أنا شريك بالدعوة ومحضر أجندة أو عرض على كيفية الاستغلال أمثل الطاقة المتجددة في مصر، وخصوصا في منطقة تنمية محور قناة السويس. هستعين بالخبرة أو الأبحاث اللي اتعملت أو عملناها سوا في المعهد عندي بألمانيا، ونحاول نشوف إزاي ممكن نطبقها على محور قناة السويس، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والجيوتكنيكال انجينيرنج. ايه المؤتمر معمول فيه اكتر من محور كويس صراحة، الواحد هيحاول ان يدي افكار بتاعته، واتأمل ان يحصل مناقشة في البانيلز وبين اعضاء الحضور وبين الوزارات وممثلي الوزارات وهيئات العلمية البحثية في مصر، عشان يتحط يعني من غير كلمة توصيات كلمة شكلها حلوة، لكن تحط خطط يعني تستارت خطوات عملية وخطوات يتم تنفيذها على أرض الواقع في مصر. صراحة مصر محتاجة إن الناس كلها دلوقتي كل الناس تقف مع بعض، كلنا نساعد بعض، كل واحد يحط إيده بين التاني ويبص أنا ممكن أقدم إيه لمصر في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد فكرة المؤتمر فكرة جيدة، ويهمني أكتر يكون في فولو أب، يكون في متابعة بعد نهاية المؤتمر، إما في مؤتمرات أخرى أو ورش عمل مع الهيئات المسؤولة في مصر. الوزيرة النهاردة أعلنت على جمعية خاصة أو مؤسسة جديدة خاصة بالعلماء، فحضرتك شايف إن دي هتكون متابعة جيدة؟ طبعا بصراحة هو كانوا بعتوا لي إيميل وأنا في مصر في ألمانيا وسعادة بهذه الفكرة، فكرة طبعا جيدة وممتازة، وتم عمل زي داتا بنك وحطيت فيها كل بياناتي. دي مجرد نقطة، يعني هي بتعمل حصر للناس، ولكن لابد يحصل تفعيل على أرض مصر سواء بدعوات أو لقاءات شبه دولية حتى يتحملها الزملاء اللي جايين من برا، حكمهم عندهم هذه الآلية، ويتم تفعيلها بشكل بس كبداية. طبعا it's a very good point، ولكن محتاجين حاجات تانية. هل تم تفعيل أي حاجة فندم بشكل فعلي، أو بدأت الوزارات تخطف حضرتك في أي مشروعات؟ والله حتى أنا طبعا احنا لسه جايين امبارح، فاعتقد لسه محتاجين شويه وقت، ولكن انا متفائل خير على الاقل بحضور بعض الوزراء او مندوبين عنهم بشكل واضح عشان تفعيل نتائج هذا المؤتمر.